ورح نبدا اولى مساحاتنا الصباحيه لليوم رح تكون ضمن عالم التغذيه بعد شهر رمضان الكريم وعيد الفطر. في بعض الاشخاص اكتسبوا وزن زائد وفي بعض الاشخاص تخربط نظامهم الغذائي. هون بقى الكل رشب بيسال كيف فيني بقى ارجع لنظامي القديم او حتى كيف فيني يعني اتخلص شوي من الوزن الزائد اللي اكتسبته. اكيد نرمين يمكن هدول 3 ايام يعني الزيارات العائليه الاحراجات في ناس تكون ماشيه بالنظام الغذائي ولكن انت بتنحرجي وقت بتروحي تزوري حدا واجباري بدك تاكلي شيء من ضيافه العيد يعني بس هي قصه بدها شويه اراده يعني او نوقف عند شوي كنترول قد ما فينا فهي القصه اكيد بتعمل خربطه بهذا النظام وفي ناس تتفاجئ بزياده الوزن انه انا اوف خلال 3 ايام يعني اكتسبت هذا الوزن اكيد السكريات بترفع نسبه السكر بالدم وهذا الشيء بيزيد الوزن اليوم رح نحكي نحن كيف قادرين نستعيد النظام اللي كنا عم نمشي عليه خلال قبل رمضان كيف نحن قادرين بعد العيد وبعد الشهر الكريم نرجع ونتقيد معلومات كثير مهمه حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم وهي لجين فطوم اخصائيه تغذيه يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي يسعد صباحكم ينعاد عليكم بالخير وعلى الجميع صباح الخير واهلا وسهلا فيكي خلينا نبدا بحاله الاشخاص يعني هيك نقسمهم في اشخاص بيتخربط نظامهم الغذائي ببلشوا بيتعودوا على اصناف حلويات انه ما كانوا ياكلوها بالايام العاديه ولكن بسبب العيد ورمضان مثل ما بنقول هيك بالعاميه فتحت نفسهم على الاكل كيف ممكن يضبطوا موضوع الشهيه عندهم هلا هو الصراحه شهر رمضان يعني فتره الصيام بتغير كل نظامنا الحياتي يعني حتى بفترات النوم بتتغير يعني بصير الاشخاص بيصيروا يناموا الصباح يسهروا بالليل لانه في سحور في فتره افطار هلا كيف انا بدي ارجع لنظامي الغذائي ما بيصير فجاه انا ارجع اعطي جسمي سعرات حراريه ما بيصير انا فجاه ارجع اكل كميات كثير كبيره من الطعام وعدد الوجبات بدي ابدا تدريجيا يعني بدي ارجع لنظامي الغذائي تدريجيا بيكون في كثير حلويات بدي ارجع انا اضبط حالي من اول وجديد حاول اقطع السكر كمان تدريجيا بدي ارجع انظم نومي اهم شيء اني انا ارجع انظم النوم النوم كثير مهم يعني تنظيم النوم كثير مهم باني انا استعيد استقلابي بشكل جيد بالاضافه لانه شرب المياه كمان بفتره الصيام بصير في عندي تجفاف بالجسم يعني ما بكون عم الشخص الصايم ما بيكون عم ياخذ المياه اللي هو بيحتاجها خلال فترات كسر الصيام اللي هي من الافطار للسحور فلازم انا ارجع استعيد شرب المياه حتى احيانا في عندك اشخاص بينسوا يعني بيضل برنامجهم انه هن صايمين انه ما بدهم يشربوا مي فلازم اهم شيء اني انا ارجع نظم وجباتي بلش تدريجيا بان ارجع وجباتي تدريجيا للاوقات اللي انا معتاده عليها لازم اشرب مي كثير منيح لازم نظم النوم لازم انه انا كمان ما ارجع بكميات كثير كبيره اترك حالي فترات كثير طويله بدون اكل واكل كميه كثير كبيره مفروض عدد الوجبات وتكون كميات صغيره يعني وجبات كثيره بكميات صغيره قد ايه اليوم غلط يعني نبتعد او صح نبتعد عن موضوع الحرمان في اشخاص بيرجعوا ببلشوا هذا النظام وبيقطعوا كل ان كان بالنشويات البروتينات السكريات كرمال يرجعوا للنظام الغذائي السابق هذا الشيء كمان بيعمل صدمه للجسم قد ايه نحن اليوم مهم نوازن يعني ندخل شوي شوي ما نكون نحن بحاله صدمه للجسم هلا للصراحه الدايت دائما عند العالم يعني دائما فكره الدايت عندهم انه انا هي فكره حرمان لازم اقطع النشويات لازم اقطع رز معكرونه خبز لازم نقطع البطاطا فهي دائما يعني خلص ما في حلويات ما في سكر ما في اي شيء هذا الشيء كثير غلط المفروض يكون في تنوع بالاكل هلا نحن ما قلنا انه هي الاكلات هي زيادتها يعني غير مضره للصحه بالعكس زيادتها بتضر الصحه بس هي الفكره انا لازم اكل باعتدال وذكاء يعني لازم اختار وجبتي تكون صحيه متنوعه فيها كل الالوان فيها كل المغذيات لازم يكون فيها بروتين لازم يكون فيها نشويات لازم يكون فيها خضار لازم يكون فيها حصه البان بالاضافه لانه انا لازم اخذ سناكات فيها فواكه فيها دهون متعدده الاشباع مثلا المكسرات فلازم يكون في تنوع كثير كبير بموضوع الغذاء ما لازم الغي اي نوع من انواع الغذاء لانه النشويات بتمدني بالطاقه مثلا انا شغل الدماغ هو بيعتمد اساسا على السكريات والنشويات فانا ما فيني اقطعها لاني رح احس بالتعب ما رح اقدر اتذكر صح ما فيني اقطع دهون لانه كمان الدهون هي بتدخل بتركيب الاغشيه الخلويه بالاضافه لانه هي بتساعدني على عمل الهرمونات بالجسم فكمان انا ما فيني اقطع دهون ما فيني اقطع البروتين لانه هو الاساس لبناء الجسم لبناء خلايا الجسم فكل نوع من الانواع هو مهم بقدر الثاني لكن الفكره انا قد ايه الكميه اللي لازم اخذها من كل نوع
طيب بموضوع العيد ورمضان، اكثر شيء النفس بتطلب هي الحلو، وبعد العيد بتلاقي كثير اشخاص بيقول لك صرت يحبوا الحلو خصوصا بس يفيقوا من النوم كل الوقت. يعني هلا هي مش عم تنطش علي، كل الوقت الحلو الطيب، بس تلاقي فتره قدروا يعملوا كنترول على حالهم، يعني خلص انه اوكي ممكن ما ياكلوا باليوم سكريات، ولكن هلا صار في حاله عم شوف عند الكل انه بس يفيقوا اول شيء مع فنجان قهوه بدهم يرجعوا لهي العاده انه ياخذوا قطعه حلو. السكريات اذا الواحد بده يتمتع بنظام صحي ايمتى ياخذها باي توقيت؟ هلا هي الفكره نحن نرجع لفكره انه انا اكل باعتدال وبذكاء، ما فكره اني اقطع سكريات ولا فكره انه انا بطل اكل حلو نهائيا اذا انا من الاشخاص اللي بتحب الحلو. حتى بفترة العيد يعني بصير في احراج، يعني انه انت فايتل عند اشخاص بيقولوا لك انه شغل ايدنا يعني ما بدك تذوقي، يعني اجباري بدنا ناكل. هلا هن كانوا عم يحكوا عن 10 انه احنا فينا ناكل 10، اكيد لا ما فينا ناكل 10. هلا هي الفكره انه انا كيف بدي ادخل، يعني انا عندي مثلا 1200 سعره حراريه او 1500 سعره حراريه لازم اخذها خلال اليوم. هاي قطعه المعمول اللي انا عم اخذها لازم اقدر انا اضبطه مع السعرات الحراريه اللي هي احتياجي اليومي. يعني مثلا عندي انا المعمول ممكن يكون من 150 ل 250، في قطع ممكن توصل ل 250 سعره حراريه. احنا عم نحكي عن سعرات حراريه اكثر مثلا من قطعه فواكه تماما، يعني عم نحكي عن اكثر من تفاحتين 250، يعني كاني اكله انا تفاحتين واكثر كمان، يعني وزياده موزتين، كونه الموز كمان معروف هلا بهذا الوقت انه اكثر شيء فيه سكريات، يعني وحتى تماما اكثر من الموز. ف يعني نحن عم نحكي عن سعرات حراريه كثير عاليه. فانا ممكن اول شيء ما باخذه الصبح بكير، اكيد ما باخذ الحلويات الصبح بكير ابدا لانه حترفع لي سكر الدم بشكل فجائي، حيخرج الانسولين ينزل سكر الدم، بالاضافه لانه انا وقت اللي ينزل سكر الدم بهي الطريقه رح ارجع جوع بسرعه، رح اكل كميات اكبر، رح اشتهي الحلو اكثر. فانا ما باكل الصبح، هي اول شيء. ثاني شيء وقت اللي بكون بدي اكل حلويات مثلا انا على وجبه الافطار بلغي جزء من النشويات، يعني اذا انا باكل نص رغيف خبز بصير ربع رغيف خبز، يعني بلغي جزء من النشويات حتى اقدر اكل قطعه حلو. بشرب مي كثير منيح، ما بلغي نشاطي الرياضي ابدا، يعني لازم امشي حتى اذا ما كان في نشاط رياضي، ما كان في نوادي بالعيد، اوكي انا اللي بعمله اني انا بمشي. هلا بعد العيد اكيد بنرجع على النادي، بنرجع على نشاطنا الرياضي، فانا بقدر احرق هي السعرات الحراريه. اما اذا بدي اخذ المعمول زياده عن السعرات اللي انا عم اخذها واللي هي احتياجي فهي اجباري حتتخزن كدهون بالجسم. في ناس كثير بتطلب الحلو اول ما بتفيق، حتى يعني بالليل هنن اثناء نوم، يعني اذا فاقوا بالليل اول شيء بيروحوا ياخذوا قطعه الحلو. حكينا هيك نحن بشكل عام، ولكن نحن عندنا حالات ثانيه وهن الاشخاص اللي بيعانوا من امراض بحاجه دائما لحميه، مثل مرض السكري. خلينا نعطي مثال، دائما مريض السكري بيبتعد عن الدهون الكثير، بيبتعد عن السكريات. شو هن اهم الامراض غير المرض السكري مفروض اليوم يتبع حميه بشكل دائم؟ اغلب الامراض اللي نحن بنواجهها هي امراض بسبب سوء التغذيه، يعني بيكون في نوع ما من التغذيه السيئه. فنحن مثلا نحن ما عم ناخذ العناصر الكامله بسوء التغذيه، او ممكن عم ناخذ عناصر غذائيه زياده عن هلا سوء التغذيه. اثنين، السمنه سوء تغذيه والنحافه سوء تغذيه، الاثنين في عندي انا سوء التغذيه، بس واحده بزياده وواحده نقصانا. فكمان بحاله انا وقت اللي مثلا اللي باكل بروتين زياده فانا حيصير عندي مشاكل بالكليه، يعني وقت باخذ بروتين زياده، وقت باخذ دهون زياده ممكن يصير عندي انا مشاكل بالكبد، وقت اخذ سكريات زياده بصير عندي مشاكل بالبنكرياس، فهذا ايضا سوء تغذيه. هلا السكري المفروض يكون في عندهم حميه دائمه، امراض القلب المفروض يكون في عندهم حميه دائمه، امراض الضغط حميه دائمه، اي مرض بالكبد كمان بيكون في عنده حميه دائمه، طبعا مع تعدد امراض الكبد، امراض الكليه عندهم حميه دائمه ما فيهم ياخذوا كل انواع الاكل، بالاضافه لاحيانا بيكون في عندي امراض بالجهاز الهضمي، ممكن يكون في عندي قرحه مثلا كمان بدها حميه دائمة. يعني هلا القرحه فينا نقول مو حميه دائمه، حميه مؤقته لنشوف اذا هي بتتحسن او لا. طيب كمان بنشوف اشخاص بصير عنده تأنيب ضمير اذا مثلا راحوا على النوم وقصة في اكل ما اكلوا، اذا في اكله طيبه هيك مثلا بالبراد او جايبينه وما لحقوا ياكلوها. فخلينا نحكي ايمت ممكن الواحد، يعني ايمت الصحيح انه يقطع الاكل خلص، يسكر تمه عن الاكل قبل النوم، بقديش وقت؟ هلا هي فكره، نرجع لفكره السعرات الحراريه، اذا انا عم اخذ السعرات الحراريه اللي بيحتاجها جسمي فبأي وقت. هلا بيقولوا يعني هلا نحن بنقول نعطي نصيحه انه قبل النوم بساعتين، هلا هي قبل النوم بساعتين لاقدر اعطي وقت للمعده انها تهضم، يعني مشان ما يصير عندي عسر هضم، مشان وقت الواحد بيتسطح بيصير عنده ارتجاع، ممكن يصير عنده ارتجاع، هذا الارتجاع ممكن يسبب له قرحه معديه. فلا هون عم تحكي على الاكل الخفيف، العشاء الخفيف الصحي.
هلا حتى لو عشاء خفيف وصحي يفضل انه يكون قبل بساعتين كرمال بس نعطي هذا اللي عم بحكي. الدسم يعني يفضل انه نحن هلا نحن بموضوع وقت اللي بدنا نفوت بنظام غذائي فاكل دسم ما حيكون فيه، يعني اذا انا شخص متبع نظام غذائي ما حيكون بكميه كثير عاليه من الدسم. تمام. هلا ودائما يفضل بالليل انه انا اخذ كميه من البروتين، اذا بدي اخذ نشويات او بدي اخذ كربوهيدرات حتعطيني يعني بدي جوع بعد فتره، فحفيق بالليل واكل، يعني بدي فيق بالليل وروح على البراد واكل او في الصبح فلازم اول شيء بدي اكل. تماما، فلازم انا يكون في نوع من البروتين، يعني مثلا ممكن اخذ خضره مع جبنه، ممكن اخذ كاسه حليب. هلا دائما معروف انه الحليب لازم ينأخذ الصبح، بس صراحه الحليب فيه تريبتوفان وهو كثير مهم للنوم، يعني بيعطي شعور بالاسترخاء، فكثير مهم كاسه الحليب تكون اخذت بروتين، اخذت كربوهيدرات، كربوهيدرات طبعا اللي هي مفيده للجسم، وبكون اخذت نوع من انواع الحموض الامينيه اللي هي بتساعدني على اني انا استرخي ونام. فكاسه حليب، كاسه لبن، جبنه لبنه، يعني هي الامور كثير مهمه قبل النوم بساعتين. طيب خلينا نحكي عن فكره كثير شائعه وخاصه خلينا نقول هي هاجس عند الصبايا، وهي فكره تثبيت الوزن. كثير من الاخصائيين والاطباء بيقولوا ما في شيء اسمه تثبيت وزن، انت بدك تاكلي بده يرجع وزنك يزيد، بدك توقفي اكل اكيد رح ينزل وزنك، ولكن بنشوف بالناحيه الثانيه اخصائيين واطباء بيقولوا لا في شيء هو تثبيت للوزن. او شو رايك بالفكره قبل ما نروح للاعمار وكيف نحن قادرين نشتغل عليها؟ هلا الشيء الاكيد انه اكيد في شيء اسمه تثبيت وزن، بس شو يعني تثبيت وزن؟ هلا انا وقت اللي بكون عامله دايت وعامله نظام غذائي لا يعتمد على الحرمان، يعني انا ماني قاطعه ولا نوع من انواع المغذيات، انا عامله نظام غذائي نظامي متنوع باعتدال ومتوازن، وقت كون عامله هذا النظام الغذائي بس اترك اجباري انا بدي ارجع للوزن، يعني بدي ارجع اكتسب وزن او بدي ارجع انحف، اذا كانت هي اذا هذا الشخص هو عم يزيد وزنه مثلا ما عم ينزل وزنه، فاجباري اللي حيصير انه يعني بده يرجع هذا الوزن. هي الفكره بانه الناس بتفكر انه انا النظام الغذائي لمده 6 شهور خلص بنزل الوزن اللي بدي اياه وبرجع لنظامي الغذائي اللي انا معتمدته، برجع لللايف ستايل تبعي. هذا الشيء كثير غلط. النظام الغذائي لازم يكون لايف ستايل جديد، يعني انا لازم دائما اكون عم اشتغل على انه انا لازم اخذ مثلا 1800 سعره حراريه، لازم اكون دائما عم اشتغل على انه نظامي يكون متوازن ومتنوع، لازم اكون مثلا الرياضه فاتت لحياتي وصارت نظام، يعني نظام بحياتي، فهي الفتره لازم يكون فيها رياضه، فبس قطعوا الرياضه ورجعوا لللايف ستايل تبعهم اللي هو العادات الغذائيه السيئه. في بعض الاخصائيين يعني حتى تثبيت الوزن في له برنامج، يعني في فطور في سناك هذا خاص بتثبيت الوزن، هل هذا الشيء؟ وفي اعتراضات بين ايه ولا، يعني انه ما في شيء اسمه برنامج انا بدي اثبت وزن، شفناه كثير بين الناس. يعني صحيحه، يعني موضوع الوزن هو الشيء اصلا اللي بكثير بيسالوا عنه رشا بعد النظام الغذائي، انه دكتور بيثبت وزني؟ يعني هي دائما هذا الهاجس، حتى لو عملوا نحفوا مثلا في برنامج قصاص؟ لا، هو ما عبارة عن برنامج، هو عبارة يعني أنا ما بعطي برنامج لتثبيت وزن، يعني مثلا أنت لازم تفطر كذا، لازم تتغدى كذا، لازم تتعشى كذا، لا، منعلم طريقة تثبيت، بعلمه كيف يأكل، بعلمه شو يختار الأكل، كيف لازم يأكل الأكل الصح، شو لازم تكون خياراته، كيف لازم تكون خياراته صح، قد إيه الكمية اللي هو صارت بتناسب جسمه حتى يبقى ثابت هذا الوزن. يعني بيكون بعد 6 شهور من الدايت بيكون الشخص هو عرف شو الكميات اللي بتناسبه، عرف شو الاكل الصحي اللي لازم يختاره. يمكن الناس هم بتفكر انه الطبيب حيزيد لهم شويه السعرات الحراريه ليرجعوا على الحياه الطبيعيه، هذا يمكن مفهوم تثبيت الوزن يمكن الشائع عند تماما الناس. ممكن تصير زياده، مثلا بيجي انا مثلا اوكي صرنا بفتره تثبيت الوزن، بزيد 200 سعره حراريه بلاقي انه الوزن عندي تمام اوكي ما زاد، بزيد كمان شويه 200 سعره حراريه كمان بلاقي تمام، بس بلش الوزن يزيد بثبت على هي السعرات الحراريه وبقول له لازم تلعب رياضه، ممكن زيد النشاط الرياضي مثلا خليه على السعرات اللي هو مرتاح لها، انه هي الكميه انا عم تشبعني، اوكي بس زيد نشاطك الرياضي شوي صغيره، يعني بصير نلعب بين النشاط الرياضي وبين النظام الغذائي او السعرات الحراريه. هو موضوع النظام الغذائي وخساره الوزن دائما يعني كلمه السر فيها هو طولة البال والاراده، يعني انه ما انا كبسه زر هذا الموضوع. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا لوجين ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا لك لوجين وصباحك حلو، بقيت نهار حلو لك. اهلا وسهلا كثير لكم، شكرا على الاستضافه. اما هلا رشا صار الوقت لنروح لغرفه الاخبار.